طبعا نحن نعتقد هنا في دمشق بأن تركيا هي دولة غازية وهي دولة محتلة وتتدخل في الشؤون الداخلية السورية، لذلك أعتقد بأنها احتلال يجب طرده من سوريا كما الاحتلال الأمريكي وغيره في سوريا. اليوم تعاني سوريا حقيقة من التدخل والتوحش التركي، وهي تقصف، تركيا تقصف الآن كثير من الأشخاص السوريين وحتى من الشهداء من الجيش العربي السوري بسبب أن لديهم فاشية، وبأن السيد أردوغان يريد أن يسحق أحد مكونات الشعب السوري، غير مسموح له ذلك لأنه عملية احتلال متواصلة، وهذا تدخل تركي غير مقبول، وخاصة أنه يحتل جزء لا بأس به من الأراضي السورية. نعم. طيب دكتور، يعني هذه الاستهدافات هل لها أي علاقة بما يتم الحديث عنه في كل مرة يتم الحديث عن إعادة العلاقات أو التطبيع بين النظام في أنقرة وحكومة دمشق؟ يكون هناك نوع ما من التقليل من هذه العمليات، فيما بعد يتم إعادة الكثافة إلى هذه الهجمات حينما يتم يعني عدم الحديث إذا كان بالإمكان القول عن هذه العمليات، يعني هل لها أي علاقة بهذه النقطة؟ نحن ننظر هنا في دمشق بأن تركيا محتلة، سواء كان هناك قصف أم لا فهي دولة محتلة غازية، يجب طردها بأي طريقة، ويجب عليها احترام حدود السيادة السورية وحدود الشعب السوري. لذلك لا يوجد تطبيع نهائيا إلا بانسحاب كامل للقوات التركية الغازية في سوريا، وإيقاف القصف نهائيا على أي منطقة كانت، لأن هذا شأن داخلي سوري غير مسموح لتركيا أن تتدخل. لذلك أعتقد بأنه لا يوجد قطار للتطبيع سواء كان هناك هجمات أم لم تكن، ما لم تنسحب تركيا وتعلنها صراحة. نعرف كلنا جميعا بأن أردوغان لديه أطماع عثمانية قديمة، هو يريد أن يحتل مزيدا من الأراضي تحت حجج وذرائع واهية، وبالتالي هو مستعمر يجب طرده بأي طريقة، وأعتقد بأنه قريبا سوف يطرد من الأراضي السورية كلها. دكتور علاء، بقولك هنا يعني قريبا، أو يعني هل هناك عملية عسكرية من قبل قوات الحكومة لإنهاء الاحتلال التركي، سيما يعني إذا ربطت دمشق موضوع إعادة العلاقات مع أنقرة بإنهاء احتلالها للأراضي السورية، والجانب التركي يعني رفض هذه النقطة، هل من الممكن أن نشهد يوم من الأيام أن تلجأ قوات الحكومة إلى الحل العسكري لإنهاء هذا الاحتلال؟ هلا، أولا كلنا نعرف بأن الوسيط بين سوريا وتركيا هي روسيا، وبالتالي نحن نثق بأن روسيا تحاول أن ترسم شكل ما لهذه العلاقات إذا كان هناك تطور إيجابي بها، عن طريق تنفيذ الشروط السورية بسحب كامل الجيوش التركية المحتلة في شمال غرب سوريا، إيقاف قصف المدنيين وغيرهم في المناطق الشرقية وفي الجزيرة العربية. ثالثا، يجب أن يكون هناك احترام بين الدولتين واحترام الحدود بين الدولتين، وكان هناك مطلب روسي حتى لم تنفذه تركيا للآن أن ينتشر الجيش السوري على كامل الحدود، وهذا حقيقة عملية معقدة لأن هناك جهة أخرى وهي أمريكا تحاول أن لا تعطي انطباع جيد بأن سوريا هي مكونات متفقة مع بعضها وبأن الحل السياسي لا بد منه. أنا أستبعد أن يكون هناك صدام عسكري بين الجيش السوري والتركي، ولكن أعتقد أن المسارات الآن تخنق تركيا. نعم. يجب على تركيا أن توقف اعتداءاتها بهذا الشكل الآثم وبهذا الاجتياح الغير مبرر، يعني لا يوجد هناك أي حاجة لأن يكون هناك كل هذا القصف وكل هذه الشهداء الذي يروون بدمائهم الأراضي السورية. لذلك على تركيا أن تغير سلوكها، ونحن نعتقد بأن أردوغان هو محتال. نعم. ويلعب على الحبال، لذلك لا أعتقد أنه بفترة وجود أردوغان في الحكم سوف يكون هناك أي تطور إيجابي في العلاقات بيننا. دكتور علاء، يعني لماذا لا يتدخل الجانب الروسي الذي هو كما قلت حضرتك يعني وسيط بين الطرفين لمنع هذه الهجمات والاستهدافات على قوات الحكومة؟
هلا اعتقد بان روسيا تلعب دور مهدئ الان، سواء على مستوى تركيا، سواء على مستوى سوريا، وسواء على مستوى حتى في العلاقه الجيده بين روسيا وحتى قوات سوريا الديمقراطيه. اليوم اعتقد بان روسيا هي وسيط قد تكون نزيه جدا في ايجاد حلول وتقريب وجهات النظر بين كل الاطراف، لكي نستطيع الخروج برؤيه كيف يكون هناك توحيد للجغرافيا السوريه، كيف يكون هناك حقيقه اتفاق سياسي بين كل الأطراف. أعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا مع روسيا في هذا الاتجاه، ولكن ظروف الحرب الأوكرانية، ظروف الحرب الآن في غزة، أبطأت على ما يبدو هذا المسار لاعتبارات عديدة. نعم. وبالتالي أعتقد أنه بنهاية حرب على غزة وانتصارنا بإذن الله على 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 الكيان الغاصب، نستطيع عندها أن نبدأ بتحركات سياسية كبيرة ترضي كل الأطراف. من دمشق دكتور علاء الأصفري، محلل سياسي وخبير استراتيجي، شكرا جزيلا لك.